طيارة حلوة بتجنن جبلي ياها خيي، يا الله شو إن حنين وبيعطف علي. تعتبر جنى مقداد واحدة من بطلات قناة طيور الجنة، وحققت شهرة وشعبية كبيرة في بداية الألفينات بسبب موهبتها وأغانيها المميزة. وبرغم إنها بعدت عن الفن ولبست الحجاب، لكنها تصدرت ترندات السوشيال ميديا مؤخرا بسبب انتشار أخبار عن احتفالها بخطوبتها، وده بالرغم انها عندها 15 سنة بس. طيب هل اتخطبت فعلا؟ وايه سر انتشار الخبر؟ وليه تعرضت جنى واسرتها للهجوم بعد انتشار الخبر ده؟ كل ده هتعرفوا معانا في الفيديو ده. اتصدرت جنى مقداد بطلة قناة طيور الجنة في الالفينات ترندات السوشيال ميديا، وده بعد ما تم الاعلان عن خطوبتها. خبر خطوبة جنى مقداد اثار جدل كبير على السوشيال ميديا، وتعرضت جنى واسرتها لهجوم شديد من نشطاء السوشيال ميديا، وده لان عمرها 15 سنة بس، وده يعتبر سن صغير جدا على الخطوبة والارتباط. ده بالاضافة ان عدد كبير من الجمهور عبروا عن صدمتهم لمرور السنين بسرعة كبيرة، وأكدوا إنها كانت لسه صغيرة وبتغني في طيور الجنة، وتسألوا كبرت كده إمتى. والغريب إن جنى مقداد ما نشرتش أي خبر أو صور تخص خطوبتها على حساباتها على السوشيال ميديا، وده تسبب في تشكك الجمهور في صحة الخبر. واللي تسبب في انتشار أخبار خطوبتها كانت تهنئة لجنى بخطوبتها مكتوب فيها مبروك حبيبتي جنى مقداد مع رسمة لخاتم خطوبة، وتداول نشطاء السوشيال ميديا التهنئة دي بشكل كبير، وده تسبب في انتشار الخبر وتصدره الترند. لكن جنى واسرتها ما اكدوش او نفوا الخبر لغايه دلوقتي. وجنى مقداد هي بنت رجل الاعمال خالد مقداد مؤسس قناه طيور الجنه، وهي من مواليد يوم 28 ابريل سنه 2008 في الاردن، وهي عندها 5 اخوات اولاد، وهي البنت الوحيده بينهم، وهما الوليد والمعتصم بالله وجاد واياد وسند. وكانت جنى مطربه في قناه طيور الجنه في صغرها، ومن اشهر اغانيها اغنيه ماما جابت بيبي اللي حققت لها شهرة كبيرة، ووصل عدد متابعيها حاليا على حسابها على موقع انستجرام 1,800,000 متابع. وقررت جنى تلبس الحجاب السنة اللي فاتت سنة 2022، وده بعد ما تمت 14 سنة. وبسبب القرار ده اتصدرت جنى الترند لعدة ايام، ونشرت جنى وقتها صور ليها بعد ما لبست الحجاب، وكتبت تعليق قالت فيه: الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزينني به، واسأله الثبات وارجو منكم حسن الدعاء. كمان وجه خالد مقداد تهنئة البنت جنى بعد ما لبست الحجاب، وقال: جنى لا أدري كيف مر الوقت بهذه السرعة، كنت بالأمس تمرحين وتلعبين وتنشدين مع الصغار والكبار، كبرتي سريعا يا حلوتي، كبرتي سنا وقدرا وعلما وحياء ونشاطا وإبداعا، اليوم وأنت ترتدين الحجاب سترا وعفة امتثالا لأمر الله تعالى تبدين أبهى وأجمل وفي ميزان الله أثقل.